في 2 مليار بني آدم في العالم عندهمش حق من أبسط الحقوق اللي في الدنيا وهو مياه نظيفة. لو قربنا شوية على أفريقيا هنلاقي إن في 310 مليون بني آدم ما عندوش مية، ولو قربنا كمان على مصر هنلاقي إن 57% من المصريين عايشين في مجتمعات ريفية و32 تحت خط الفقر. ده معناه إن ملايين من الناس ما عندهاش مصدر مياه نظيف وما عندهاش القدرة المادية إن هي تحصل على مصدر مياه أفضل. لو بصينا على الأذر بزنس سايد من ده هنلاقي إن الجلوبال هوم ووتر فلتر ماركت معدي 11.5 مليار دولار وبيزيد، أما الأفريكان ووتر بيرفاير فبيعدي 0.5 مليار دولار هو كمان. السؤال اللي كنا بنسأل نفسنا فيه ساعتها إزاي أقدر أعمل سلوشن ينافس في البيزنس ماركت ده وفي نفس الوقت أقدر أساعد وأكسب من الرورر ماركت كمان. بعد سنتين من الار ان دي وصلنا للسولوشن بتاعنا وهو كومبايننج اور بيتنت سيلفر نانو بارتيكل تكنولوجي مع السيراميكس اندستري. السيراميك اندستري معروفه في مصر منذ الازل، بنينا عليها الار ان دي بتاعنا عشان بنستخدم اكتر من 5 ناتشرال ريسورسز عشان نعمل جسم البرودكت الفلتر بتاعنا، وبعد كده بنعالجها بالسيلفر نانو بارتيكلز اللي اثبتت فعاليتها بنسبه 99% على البكتيريا. ده اللي بيخلي عندنا منتج بيحل مشاكل اللون والطعم والريحه والبكتيريا والفيروسز اللي موجوده في الميه، وفي نفس الوقت قابل للتدوير، وده اللي بيخليه 30-40% ارخص من اي بديل ليه في الماركت، وفي نفس الوقت كلتشر فيت وعنده اتس اون يونيك ديزاين. دلوقتي لغايه دلوقتي عندنا 3 منتجات. المنتج الاولاني فلتر حياه، ده اللي بنتارجت بيه الرورر كوميونيتيز بتكلفه بسيطه 300 جنيه انيشال كوست، مفيش اي مينتنس كوست لمده سنتين وده عمر المنتج. اما البريميوم فيرجن الثاني الجود فلتر ده اللي بنتارجت بيه اي وبي كلاس اللي بيحل كل حاجه في الميه ما عدا الاملاح اللي بيحلها البرودكت الثالث، ولسه في برودكت رابع ان ذا بايب لاين. لما خدنا فلتر حياه وكلمنا الرورر كوميونيتيز في الصعيد لقينا 30% بس هم اللي كان افورد ووتر فلتر. لما شافوا المنتج 80% لقوا ان ده ايكونوميك وايز ده يقدر يحل مشكلتي بشكل انا اي كان افورد. اما الناحيه الثانيه لما خدنا الجود فلتر الاي وبي كلاس لقينا ان 75 او 74% من الناس دي اوريدي هاف ا ووتر فلتر، ولكن دي وود كونفرت تو ذا جود فلتر عشان بنفيت السمولر سايز واللونج لايف وما فيش اي مينتنس هاسل بالاضافه للكوست والامباكت اللي هو بيعمله. Coming to the competitive analysis, فلتر حياة طبعاً by far أقل من ثلث تكلفة أي بديل لي، عشان أولاً بنعتمد على low cost production وثانياً عشان الكومبيتيشن مش مهتمين يخدموا الشريحة دي من الماركت المتوسط دخلها أقل من 1500 جنيه في الشهر. أما التو برودكتس التانيين فبرضو هم 30-40% أرخص من أي كومبيتيتور موجود في الماركت لاعتمادنا على السيلفر نانو بارتيكلز اللي بتخلينا نستبدل أجزاء كتيرة جداً من البرودكتس اللي موجودة في الماركت. بناء على كده صممنا البيزنس موديل بتاعنا وقسمناه لنصين. النص الاولاني حياه فلتر، بنعمل بارتنرشيب مع المشاريع الصغيره ومتناهيه الصغر في الرورر كوميونيتيز، هم اللي يسوقوا ويبيعوا الفلتر للكوميونيتيز بتاعتهم، وده بيضمن انتشار الفلتر وكمان بيخلق فرص عمل. اما النص الثاني في البريميوم ماركت بنبيع البرودكتس بتاعتنا من خلال البلاتفورم بتاعنا ومن خلال البلاتفورمز ثانيه اونلاين واوفلاين ديستريبيوترز بالاضافه للنون بروفيتس طبعا. بالاضافه للنقطه دي بنطبق ال1 فور 1 موديل، مع كل بريميوم فيرجن فلتر بيتباع في فلتر بيروح هديه لحد في رورر كوميونيتي. عملنا ايه لغايه دلوقتي؟ في البايلوت فيز بعنا 800 فلتر في مصر وفي كينيا وعملنا ريفينيو 250,000 جنيه، ودلوقتي بدانا التستنج فيز في كذا اونلاين واوفلاين بلاتفورم ديستريبيوتر، اهمهم بريمور بالنسبه لنا ان هم دي ار فوكسنج اون ذا رورال كوميونتي بشانلز كبيره جدا، وبدانا في كوميونيكيشن مع كذا ليد في كذا مكان ممكن نبدا نصدر له، اهمهم كندا اللي فتحنا فيها شركه هناك وعملنا بارتنرشيب مع جامعتين عشان نبدا التستنج والسيرتيفاينج للبرودكتس بتاعتنا عشان نبدا نصدرها in the future ان شاء الله. طيب هدفنا الفتره الجايه زي ما خلصنا الار ان دي وعملنا الانيشال فاندنج اللي بيه عملنا المصنع بتاعنا 2021، هدفنا ان احنا نشتغل فيها على البيزنس ديفلوبمنت اللي هيخلينا نبدا نعمل الماركت بنتريشن وصولا ب 2023 اللي هدفنا فيها نبدا نعمل اكسبورتنج بشكل سوليد وصولنج بريفينيو 5 مليون جنيه. التيم بتاعنا محمد في البيزنس ديفلوبمنت، هشام في الار ان دي، نوره في الماركتنج، وانا مهند السي او. التيم بتاعنا بقاله 10 سنين شغال مع بعضه از تيم في بريفيوس ووتر بروجكتس مع الرورال كوميونيتيز في مصر وافريقيا، فوي هاف ا سترونج نتورك وسترونج اكسبيرينس اون جراوند ان ذا ديفرنت رورال كوميونيتيز اكروس ايجيبت اند افريكا. احنا الفتره دي وي ار نوت اسكينج فور انفستمنت، احنا وي ار فوكسنج اون بيلدينج اون جراوند سترونج تراكشن في خلال السنة ونص الجايين عشان بعد كده نبدأ نسيك investment based on that traction. لكن على الصعيد الآخر we are focusing on hiring business developer ومركتير with experience in treating with rural communities عشان نقدر نعمل business development والimpact اللي احنا محتاجين نوصل. وشكراً.